ما بتنرفز ما بشوفش قدامي، واول ما سمعت بالموضوع ده نزلت فيهم ضرب. وانا لما بتنرفز ما اعرفش ابويا، جمل بنسمعها كتير من اشخاص على سبيل الافتخار مثلا، او انهم عملوا او قدموا بطولات بيحكيها لك لانه بيفتخر بيها او لانه عايزك تحس انه انسان قوي. الحقيقه الانسان ده مفروض انك تاخد بالك منه، لكن مش لانه قوي، لانه ضعيف جدا وقدام اهم واكتر حاجه المفروض انه يكون مسيطر عليها ما بيقدرش يتحكم في نفسه. السؤال اللي هنسأله لنفسنا دلوقتي وسألناه للناس في الشارع، يا ترى انت بتتحكم في نفسك ولا لا؟ في وقت ممكن شعور يخرج عني، حتى لو ده حصل ارجع واحاول اصلح الموقف تاني. مهما كنت الحاجه دي انا بحبها وان انا عايزاها كويس جدا، بس لا، انا هضبط نفسي وان انا حاطه قرار ان انا مش هعمل كده مش هعمل كده. يمكن مش كلنا نقدر نضبط نفسنا، لكن الشيء رائع يعني حتى لو مش قادر اضبط نفسي في بعض المرات اكون عندي القدره وعندي شجاعه ان انا اقول انا غلطت في الموقف ده، واكون بغير التوجه او التصرف او الخطوه اللي انا عملتها. حاول ما يكونش تصرفاتي ردود افعال، عشان لو هي ردود افعال هتكون مبنيه على المواقف اللي قدامي، وبالتالي هيكون فيها تصرفات خطأ. ما تطلعيش كل غلك مرة واحدة، ويعني تحاولي تصبري شوية على الموقف اللي قدامك. ان انا اقدر اتحكم في مشاعري وردود افعالي بشكل كويس. في الكتاب المقدس مثلا بولس قال ان كان اكل اللحم يعثر اخي فلن اكل لحم. فلازم في وقت غضبه يحكم اعصابه وعقله عشان يتخذ القرار السليم وطريقة التعامل السليمة في الموقف. لو انا عايز حاجة قوي 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 بس عارف ان هي غلط، اعرف اقول لنفسي لا ده مش هينفع. محتاج ان انا اثبت مهما كان اللي بيتقال قدامي، مهما كان اللي بيتعمل فيا، وبعد كده انا ليا حق وهاخده وهاخده بالطريقة الصح. يعني الواحد ما يتنفسش بسرعة، يحاول ان هو يمسك اعصابه على قد ما يقدر. ولو بتتحكم في نفسك بطريقة كويسة جدا، بتعتبر ده ضبط نفس ولا شايفه ممكن يوصل في مراحل ان يكون كبت مثلا؟ لو انا ضابط نفسي وعارف ان انا ليا حق مش هيعمل لي كبت خالص. يعني ممكن الواحد لما بيكتم جوه بيبقى فيه اكتئاب وحاجات ممكن تأثر على الشخصية. ده مش كبت، ده انا كده يعني انا كده بسيطر على حاجة كبيرة في ناس تانية متعرفش تسيطر عليها. في بعض احيان اللي هو ما طلعش في وقته، هو مش مطلوب ان ضبط النفس يبقى كبت يعني، لكن هو هي تظبيطة. الواحد بيعرف الايجابيات والسلبيات بتاعت الموقف. ممكن اقعد احوش حاجه مضايقاني، احوش 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 واكتمها جوايا، وبعدين ممكن يجي موقف او يجي وقت ان انا اقوم اطلعها كلها مره واحده، فده كان عندي كبت. لكن ضبط النفس انا بضبط نفسي في الموقف نفسه. في بعض المرات وبعض المرات لا. لو الافعال اللي قدامي بفهمها غلط وبالتالي بكبت جوايا، لكن لو حاولت اتفهم ما وراء الافعال دي ممكن ما كبتش جوايا. ده بالعكس، ده ضبط النفس ده بيحميني من امراض نفسيه كتيره جدا. ساعات الكبت ممكن يبقى ثمن لضبط النفس. لا ما افتكرش، بالعكس افتكر ضبط النفس بدي راحه وسعاده اكتر. يعني في ناس بتقدر تضبط نفسها وبتادي الغرض كويس، وفي ناس ما بتقدرش بتفضل تكتم في نفسها لحد ما تنفجر زي ما بيقولوا. هي جت عليا انا، دي الجملة اللي طبيعي أو متوقع إنك تسمعها من أي شخص تقابله وتطلب منه إنه يضبط نفسه. وخلينا نشوف إذا كانت جت علي أنا أو جت عليك أنت أو لأ، وده هيكون موضوع مناقشتنا في الفترة اللي جاية مع حضرة القس رضا عدلي راعي الكنيسة الإنجيلية في الأسبكية ورئيس مجلس العمل الرعوي والكرازي بالكنيسة الإنجيلية المشيخية. أهلا بك حضرة القسيس. أهلا بك يا دينا، سعيد إن احنا نكون موجودين مع بعض. أنا كمان. حضرة القسيس، ضبط النفس عنوان كبير يمكن كتير من الموجودين النهاردة يعرفوه كعنوان، لكن في الحياة اليومية حاجة تضايق فكرة انك تطالبني طول الوقت باني اضبط نفسي وانا مش شايف حاجة حواليا فيها اي نوع من انواع الضبط. ففي البداية اذا كنت انا مجتهد اعمل موضوع الضبط ده واللي حواليا مش بيساعدني، ايه التصور الممكن
نقدمه للناس؟ الحقيقة موضوع ضبط النفس ده موضوع صعب، خصوصا إذا شفنا إن اللي كل اللي حوالينا عبارة عن فوضى منظمة أو نظام مكتوب عليه إنه يبقى فيه فوضى. والقصة الحقيقة مش ده القصد بتاع ربنا، لأن الله لما خلق الكون كله يقول الكتاب إن الله رأى إن كل ما صنعه حسن جدا. لكن الحقيقة المشكلة هي إنه إذا استخدمنا كلمة السقوط اللي بتستخدم كتير، سقوط آدم، الحقيقة اللي حصل إن مش آدم اللي سقط بس، ولا آدم وحواء، لكن اللي سقط الخليقة، مش بس الإنسان، الخليقة كلها. بيقول لنا الكتاب إنها أخضعت للبطل، أصبح النظام الكوني كله في نوع من أنواع الفوضى. الكتاب المقدس بيعلمنا إن إحنا محتاجين لإعادة خلق، وده اللي بيسميه الكتاب المقدس الخليقة الجديدة. أي شخص الحقيقة ما تمتعش بالخليقة الجديدة مش هيقدر أبدا إنه يبقى عنده الإرادة الحقيقية النقية اللي بنسبة 100% إن هو يعيش حياة ضبط النفس، لأنه ضبط النفس مش ممكن هيجي من إنسان من جوه مش متصالح مع نفسه، وبالتالي مش قادر يتصالح مع المجتمع، وبالأولى مش قادر يتصالح مع ربنا. طيب لو أخذنا خطوة خطوة، يعني بنفترض إنه ضبط النفس هو قوة، فكيف أقتني القوة اللي تخليني أختار اختيارات هي في الغالب ضد كل ما هو سائد؟ زي ما الرسول بولس بيقول، الإرادة حاضرة عندي، أما أن أفعل الحسنى فلست أجد. هي دي الفكرة، إن إحنا محتاجين لإرادة قادرة على إنها تنفذ، ودي مش ممكن أبدا تتم بدون الحقيقة ما المسيح يخش الحياة ويغير الحياة، يلبسني النظارة اللي أشوف بيها ويديني الإرادة اللي أقدر أنفذ بيها الكلام ده. حتى ناس من رجال الله وقعوا في خطية عدم ضبط النفس. بطرس لما تسرع وقطع ودن عبد رئيس الكهنة كان معتقد أنه بيعمل كده لأنه عاوز يدافع عن شخص رب المجد يسوع. موسى كمان لما تسرع وقتل الرجل المصري كان بيعمل كده لأنه كان شايف أنه المصري بيعامل بني إسرائيل بطريقة وحشة. أحياناً كتير بيكون الدافع اللي جوانا قيمة غالية أو قيمة مهمة، لكن لو ما ضبطتش نفسي وأفعالي وتصرفاتي بعمل حاجة في الغالب بندم عليها. تعالوا نسأل نفسنا، لما بتتنرفز قوي بتعمل إيه؟ بزعق. معظم الأوقات لما بتنرفز بسكت. ببقى حاسس ان انا هفطس يعني، وببقى يعني very frustrated يعني. لا احيانا بدخل الاوضه وبقفع نفسي وبقعد يعني اقعد مع نفسي، يعني دي اكتر حاجه بعملها. صوتي اعلى اول بفهم الموقف الاول، بعد كده لو في حاجه تنرفز بقى يعني بتعصب على قدامي بتنرفز، ممكن اضرب، ممكن اقاطع، ممكن اعمل اي حاجه. كنت زمان بقى يعني بصراحه كان ممكن الصوت يسمع مثلا سابع حي مثلا، لكن دلوقتي لو وقت انا منفعل بضبط يعني ما اتكلمش وما اخدش اي قرارات غير لما اهدى. بتعصب وبخش في كل اللي قدامي شايل. بروح في اي حته لوحدي مش موجود فيها حد عشان ما اذيش حد. أجمل ما في الإنسان أو أكتر ما يجعل الإنسان قدام الناس حد مميز هو الحياة المخفية بتاعته. والحقيقة أنه سهل جداً عشان أكون في المجتمع مقبول عند الناس أكون إنسان منضبط وما بتكلمش كلام خارج أو حاجة، وحياتي السرية ممكن يكون فيها كل أشكال الانفلات. يعني محتاجين قوي أنه زي ما حضرتك كنت بتقول حضور المسيح في الحياة يغير، لكن محتاجين نعرف مدى تأثير إنه الحاجات المستخبية في حياتي هل هي برضو هتبان في يوم من الأيام، هتكشف بشكل من الأشكال تحت ضغط ما؟ أنا بعتقد إنه زي ما أحد العلماء علم الأخلاق قال إن الأخلاق هي رجل في الظلام، يعني بمعنى إنه لما محدش يبقى شايفه، هي دي المقياس والمعيار الحقيقي للأخلاق. وبعتقد إن حياتي السرية، حياتي الشخصية، هي أني أفعل الشيء الصح في الوقت الصح بالطريقة الصح. أديك مثالين، مثل من كتاب مقدس ومثل عامي من حياتنا. المثل من كتاب مقدس، المثل الابن الضال. الابن الضال كان ممكن يرث أبوه، لكن هو اختار أنه يرث أبوه دلوقتي. أعطني القسم الذي يصيبني من المال دلوقتي يا ابني، أنت لو صبرت شوية هترث. وأنا بعتقد أنه لو إحنا تعودنا نعمل الشيء الصح
في الوقت الصح هيبقى هو ده الانضباط من ناحية الوقت بتاعه. كمان بالطريقة الصح، النهاردة الوقت المناسب اللي الله بيعطهوني ده شيء مهم. أنا وجدت من خلال عملي كراعي لأكثر من 37 سنة إن كل الممارسات اللي ما تمتش في وقتها كان ليها نتائج سلبية. عشان كده يقول لنا الكتاب إن الله صنع كل شيء حسنا في وقته. فهي الفكرة إزاي أعمل الشيء الصح في الوقت الصح بالطريقة الصح. من أكتر وأهم الحاجات اللي محتاج الإنسان يتعلم ويتدرب إنه يضبط نفسه فيها هو اللسان. بيقولوا إن الكلمة زي الحجر، إذا ألقيتها لابد أن تصيب شيئا. يعني مش ممكن الكلمة اللي هقولها مش هيكون لها تأثير، ممكن يكون إيجابي، لكن في أغلب الوقت بندم كتير على التأثير السلبي اللي بعمله في الناس. الكتاب بيقول لنا إنه كثرة الكلام لا تخلو من معصية عشان يفكرنا بالقيمة دي. اضبط لسانك. كم مرة قلت حاجة وندمت عليها كتير واوعوا حد يقول ما حصلش. احنا رحنا وسألنا الناس ايه اكتر حاجة قلتها وندمت عليها. مع ابني في البيت بالرغم ان هو يعني مسالم شوية، لكن مرة انفعلت عليه انفعال شديد قوي، بعد كده رجعت ندمت ان انا عملت كده واعتذرت. مرة كانت خناقة مع اهلي وكده فندمت في الاخر. مع ابني مرة حاجة حصلت في الكنيسة ففكرة هو اللي عمل، فكان ضرب حد، وصلتني معلومة ان هو ضرب حد فزعقت له جامد واتنفست عليه. بعد كده اتصلحت المعلومه ورجعت اعتذرت له. في الغالب بتبقى خناقات مع اهلي يعني، وفي احيان تانية بتبقى خناقات مع اصحابي بتخليني ان انا اقول حاجات بندم عليها جدا بعد كده كتير الحقيقه. وخصوصا لما ناس تبقى تحاول مثلا تساعدني وانا مش عايز مساعدتها دلوقتي، ف ده ساعات بيجنني يعني. هو حصلت مره بس مش هقدر اقولها. جال شغلي محل ورد وكده، بيبقى غصب عنك بتعصب ان في حاجات ما بتجيش، فرح بيبوظ. زعلت من حد كان قريب مني قوي وانا فعلا ما سمعتش الموضوع لاخره، فهو اكيد زعل مني. كنت بعربيتي وواحد كان سادد العربيه في الشارع، فانا قعدت ازمر له مش قادر يتحرك مره اتنين ثلاثه، وبعد كده لقيته نزل بكل عنف بيقول لي انا موجود في الشارع ومش هتحرك من الشارع، عاجبك ولا مش عاجبك. فانا مره واحده لقيت روح اوتوماتيك بحول دقيقي لابتسامه، عملت له ابتسامه صفراء بقول له براحتك خالص، خليك زي ما انت عايز، اقعد زي ما انت عايز في الشارع واديني منتظرك. راح لقيت الراجل راح ركب عربيته خضعه ومشي. واحد صديق ليا كان بقاله فتره ما بيكلمنيش، نرفزت جدا قلت له ده انا، وقعدت اقول ده انا اللي بكلمه، ده انا اللي بهتم بيه، ليه ما بيعبرنيش؟ لكن عرفت بعد كده ان هو عنده ظروف وظروف صحيه، ف يعني حسيت ان انا وحش، انسان وحش يعني. في قضيه ضبط النفس المقوله الجميله اللي بتقول انه في كفاحنا لان نكون احرارا كثيرا ما نفقد حريتنا. فايه اللي بفقده يعني على النقيض؟ ايه اللي ممكن افقده اذا ما انا حسيت انه انا مش محتاج قوي انه اتقيد بالقيود الكثيره اللي بتضعوها علي؟ لانه شخص بيحس اذا ما كانش ضبط النفس حاجه نابعه من جوايا انا بحس انه قيد. فايه اللي ممكن اخسره؟ خلينا نحسب حساب النفقه. هحكي لك حكايه بسيطه جدا حصلت بالفعل مع عالم من علماء النفس في حضانه من حضانات الفرنسيه. زار الحضانه فوجد ان في اسوار محطوطه للحضانه والاطفال بيلعبوا بقى وبيتنططوا بيوصلوا لحد السور بتاع الحضانه، وشيء جميل جدا. فالعالم ده وكان عنده في اعتقاده ان الاسوار دي شيء بيحطم الحريه بتاعه الاطفال، وان ده بيذكرهم بالبيت وقيود البيت وقيود المجتمع والى اخره، فاحنا احسن حاجه نشيل الاسوار. فهدوا الاسوار وجنينه لطيفه ظريفه وورود وزهور ومش عارف وطيور وحاجات كده من اللي قلبك يحبها. وبعدين جه يزور الحضانه فوجد ان الاطفال كلهم متكومين في وسط الحوش بدل ما كانوا بيلعبوا على اقصى اتساع لكل الحضانه ولكل الحوش ولكل الجنينه، اصبحوا متقوقعين جوه الحوش وجوه الحضانه. ليه؟ لان الاسوار كانت حامياهم. صحيح كان شكلها شكل قيد، لكن هي في نفس الوقت كانت مدياهم احساس بالامان الحقيقي اللي ممكن يوصل فيه الى اقصى قدر من ممارسه الحريه. وانا بعتقد ان ده اللي العالم بعض احيان بيعمله معانا، والشيطان بعض احيان بيغرينا
ان احنا لما نحطم القيود نتمتع بالحرية، لكن الحقيقة احنا بنفقد الحرية فعلا لما بنحطم القيود اللي بيها بنحاول نوصل الى اقصى قدر من الحرية. فزي ما بيعلمنا الكتاب، لانه من غلب منه احد فهو له مستعبد ايضا، وزي ما المسيح قال ان كل من يفعل الخطية هو عبد للخطية. عاوزين حضرتك كمان تقول لنا حاجة ليها دعوة بإحساسي وأنا بكلم مع ناس مفترض أن احنا بنبني. عايز أقول أنا هبني لنفسي تاريخ، فقررت أن أنا أبني تاريخ شريف علشان فيما بعد لما أجي أتكلم في وش فساد أو أتكلم لحد وأقول له وأكلمه عن ضبط النفس أكون اختبرت حاجة زي كده. الرسول بولس بيقول يجاهد لكي يضبط نفسه في كل شيء. الحقيقة احنا أنا معرفش إذا كان بعض الخدام زملاتي يزعلوا مني ولا لا، إحنا مرات كتيرة بنقدم للناس نعمة رخيصة، بمعنى نقول له إيه، إلقي رجائك على النعمة، اتكل على النعمة، استند على النعمة، اتكل على الرب. كل دي جميلة ضرورية، مين فينا يختلف فيها؟ لكن فكرة الجهاد يقول يجاهد لكي يضبط نفسه في كل شيء، ونفس كاتب الرسالة العبرانية بيقول لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية. وتعلمنا عن النعمة، أنا خايف يكون عطل الناس إحساس بأن النعمة دي شيء رخيص، أن أنا أقعد سلبي كده ونعمة ربنا تنزل عليا فجأة فتديني قوة سحرية عجيبة ما حصلتش بيها أرفض. لا، أنا كمان لازم أتعود أني أنا أرفض. عشان كده احنا محتاجين نقول للناس اضبط غرائزك كيوسف، اضبط أكلك كدانيال، اضبط كلامك زي ما بيتكلم في يعقوب. في يعقوب بيستخدم ثلاث حاجات، اللجام والدفة والنار، عشان يشبهها باللسان. اللسان زي اللجام بتاع الحصان، زي الدفة بالنسبة للمركب، زي النار اللي ممكن تحرق. عشان كده بقولك اضبط كلامك. طيب احنا خلينا يعني برضو ناخد من الشباب الموجودين معنا اختبارات حقيقية. يعني مين فيكو عمل دايت جامد قوي؟ حد عمل دايت جامد قوي وخس كتير؟ انا وصلت لدرجة ان انا ممكن لو مشيت مثلا من بيتنا لاخر الشارع انا بنهج ولازم اقف. وصلت ان انا ما اصحابي ما اقدرش اخرج معهم كل وقت. وصلت ان انا ممكن وانا قاعد لو بس عملت حركة سريعة كده اتعب جامد وحس ان انا عملت مجهود ومش عارف ايه، حسيت ان انا كده انا ولا الراجل عن 80 سنة. بس فهنا حتة الارادة هي اللي حسمت الدنيا معايا. بدأت لا مفيش اكل، وصلت المراحل ان انا ممكن اليوم كله ما اكلش فيه اي حاجة. قلت لا انا مش هكمل حياتي اللي هو ماشي كل شويه اعمل بوز اقف شويه اريح واكمل حياتي بعد كده. انا عندي سؤال في حته الاراده دي، لو في واحد ارادته اتدمرت من هو صغير، وهنا الاراده من الحلول القويه قوي هنا، وهيبقى ساعتها من رابع المستحيلات ان الاراده تتعالج، فين بقى معنى كده العلاج ده راح؟ شوف ما بصدقش ان الانسان الاراده بتاعت الانسان بتموت لما الانسان يموت، لكن طالما انا موجود انا عندي اراده. وفي بعض الحاجات اللي ممكن تساعدنا، مثلا من ضمن الحاجات اللي بعض تساعدنا هو ان انا ابتدي بالامور البسيطه، ان انا ابتدي بالحاجات المتاحه. الحاجه الثانيه مثلا اني انا اطلب مساعده غيري يساعدني في اني انا يكون مرايه ليا، ان احنا نتفق ان احنا الاثنين هنعمل شيء معين. الحاجه الثالثه ان انا اطلب مساعدة الكتاب المقدس، في بعض الآيات الكتابية اللي بتديني دافع وحافز. وأنا بعتقد إن إحنا مهمتنا في مصر النهاردة وفي الربيع العربي اللي إحنا بنواجهه في هذه الأيام ويمكن بعد كده كمان بسنوات، هو إن إحنا بدل ما نبتدي نصدر للمجتمع ونصدر لنفسنا ونسمع لنفسنا جمل سلبية، نبتدي نصدر لبعض في كنايسنا في مجتمعنا لجيراننا لبلادنا جمل إيجابية تنقل التفكير، مش مجرد الجمل، تنقل تفكيرنا إلى حيز التطبيق العملي اللي خلينا نتغير بالفعل. جه معاد استلام الأعمدة،
محتاجين نقيس طول، نقيس عرض، نقيس مسافات، نقيس محاور ما بين العمدان. لكن أهم من كل ده لازم نوزن العمود، ونوزن العمود يعني نشوف ميل العمود. بنحتاج حاجة بسيطة قوي قوي من أقدم الحاجات المسيحية، ده اسمه ميزان الخيط. ميزان الخيط بنحطه جنب العمود عشان يقول لنا العمود رأسي أو في ميل. ميزان الخيط لأنه دايماً مشدود للجاذبية الأرضية بياخد الاتجاه الرأسي المظبوط ويكشف إذا كان في عيب في العمود ولا مفيش. تستغرب قوي أنه رغم أنه حاجة قديمة قوي قوي لكنها ما زالت بتستخدم لغاية النهاردة. ميزان الخيط بيحكم على العمود، العمود ده سليم ولا العمود ده مايل. فتلة رفيعة قوي 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 لكنها بتظبط عمود خرسانة بيشيل كل أحمال المبنى وكل أتقاله وكل أوزانه. لحظات ضبط النفس، لحظات بسيطة قوي قوي بنقضيها لكن ممكن تفرق كتير قوي قوي في قرارات كبيرة هنحتاج ناخدها في حياتنا تشيل حياتنا وتبنيها صح. في مجموعة من أسئلة كمان. أنا كنت عايز أسأل سؤال بس، وحضرتك بتتكلم تذكرت كذا موقف لسيد المسيح في ضبط النفس، لكن هل تعتقد أن في مواقف تستدعي لصورة الإنسان الكامل اللي كانت على الأرض أن هو يصار ويفعل من صوت ويضرب بهذا الصوت الحيوانات داخل الهيكل؟ هل في مواقف تستدعي من الإنسان أن يفعل ذلك؟ أنا بعتقد أن الرب يسوع مرات قليلة جدا اللي فيها غضب. أذكر منها 3 مرات. مرتين بخصوص الهيكل في بداية خدمته وفي نهاية خدمته. في بداية خدمته لما لقى الناس بيبيعوا بيشتروا في يوحنا أصحاح 2 وفي لوقا 19 على ما أذكر. المرتين دول دخل فيها وعشان يطهر الهيكل. المرة الثالثة لما يقول لنا الكتاب إنه نظر إليهم بغضب على غلاظة قلوبهم لما شفى صاحب اليد اليابسة. وعندي ملاحظتين 3 في الموضوع ده وفيما يختص بالغضب. الرب يسوع ما كناش شايفينه غاضب طول الوقت، لا. وبعدين الرب يسوع لم يغضب على الإطلاق لشيء شخصي. الحاجة الثانية، الحاجة الثالثة إن الرب يسوع غاضب لشيء يختص بمجد ربنا، يختص بقضية عامة. الحاجة الرابعة هو إن الرب يسوع غاضب بأسلوب صحيح، بأسلوب صحيح. فطرد الباعة وده الشيء المطلوب. نظر إليهم بغلاظة قلوبهم وسألهم هل يجوز فعل الخير في يوم السبت أم فعل الشر. الأسلوب الصح في التعبير عن الغضب أنا بعتقد أنه ده شيء مهم، وده بيفكرني بكلام يعقوب لما بيقول لأن غضب الإنسان لا يصنع بر الله. بيقول ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع، مبطئا في التكلم، مبطئا في الغضب. طيب تفضل، كان عندك سؤال. هو في فرق بين انه بعتقد انه ضبط النفس بيبقى في فرق بين حاجتين، في حاجه بعملها بارادتي وفي حاجه بعملها غصبا عني. بمعنى انه هقول لحضرتك مثال بسيط، انه مثلا الاكل ده بيتعبني فانا مش هبطل، هفضل اكل اللي انا بحبه. بس لما هتعب واروح للدكتور ومش هستحمله ومعدتي خلاص مش قادره والتهبت، فانا كده هبطله غصبا عني. فاعتقد ده هيبقى طبعا ضبط النفس، ولا ده هيبقى حاجة أنا مجبرة عليها عشان أعمل ضبط النفس. مش 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 فعل قهري جاي من الخارج، لكن فعل جاي من الداخل. والمسيح الحقيقة ركز جدا 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 على الداخل، وبيقول لأنه من داخل الإنسان، من قلوب الناس تخرج الأفكار الشريرة، الزنا والعهارة والدعارة والسكر والبطر وإلى آخره. لكن شايف إن في كمان الشريعة لا يمكن أن تنظم حياتي الشخصية. التغيير الداخل هو اللي يغير المجتمع اللي حوالي، لكن كثرة القوانين دلالة على وجود انفلات في المجتمع. اللي جوه ده اللي المسيح بيعمله جوه هو ده اللي بيصلح، محدش يقدر عليه بقوانين، هو ده الوحيد اللي يقدر يعمله. أو في عبارة أقولها لك كده، أنا يبيها السؤال بتاعك ده الحلو ده، قلب التغيير هو تغيير القلب.
عنده سؤال. هو ايه تفسير الايه بتاعت بولس الرسول اللي هي اقمع جسدي واستعبده في ضوء ضبط النفس؟ شوف، اقمع الجسد هنا بيتكلم على ايه؟ لازم ناخده في السياق بتاعها في كورنثوس الاولى 9. بيتكلم عن الرياضي، يقول اقمع جسدي واستعبده حتى بعدما كرست للاخرين لا اصير انا نفسي مرفوضا. فبيتكلم عن اذا كان الرياضي بيقمع جسده، انا كمان ككارز وكمؤمن يجب ان يبقى عندي حياه الانضباط، حتى لالا بقى ايه كرست للناس بحاجه انا مش بعيشها. فهنا مش قمع الجسد مش هو الغرض من الحكايه، لا، ده وضع ضوابط ليا كخادم وككارز زي ما الرياضي بيضبط نفسه في كل شيء لكي ياخذ الجعاله. خلينا ناخد في الثواني الاخيره اللي معانا فكره او يعني تلخيص للي قلناه. ما نتيجه انه يبقى المجتمع في ناس كتير عندهم الوعي بفكره انه اقدر اضبط نفسي تجاه امور متاحه ومباحه؟ لانه ده الخطر الكبير اللي يمكن بيكون بيواجهنا كلنا. الحكايه بتبتدي نمره واحد بعلاقتي بربنا، نمرة اتنين بتيجي بممارسة المعرفة. ده شيء مهم جدا اني انا ابقى عارف انه حياتي مع الله كل لا يتجزأ، وان معرفتي للحقائق الكتابية تقودني الى تطبيق الحقائق الكتابية. المعرفة وحدها لا تكفي، لكن التطبيق الحي يوم بعد يوم بيعمل ثقافة احترامي لكلمة ربنا، وبيعمل ممارسة حقيقية لإني أعيش حياتي مع الله يوم بعد يوم. عندي مثلين. المثل الأولاني هو مثل يوسف ومثل شمشون. شمشون كان يملك قوة خارقة وظروف غير عادية وسقط. يوسف كان إنسان عادي وكان في ظل ظروف متعبة ونجح. فالأمر لا يتوقف على الظروف، لكن الأمر يتوقف على رغبتي الحقيقية أني أستثمر عمل نعمة ربنا في حياتي فأحيا حياة الانتصار. كل الشكر لك حضرة القسيس، وكل الشكر لمشاركاتكم العميقة في حوارنا النهاردة، واللي خلينا نقول أنه إحنا بنجتهد في طريق طويل اسمه ضبط النفس. الشاطر فينا اللي بعد 5 سنين من دلوقتي نتقابل فنقول أنه لما ضبطنا نفسنا في حاجات معينة نجحنا في حاجات أضعاف ده، وقدرنا نعمل حاجة تانية. لأنه زي ما سمعنا هاد أسيس، كل ما هو ليه علاقة بالضبط ليه نتيجة كبيرة قوي من النجاح. بشكركم قوي. الحاجة الوحيدة اللي بتفرق ما بين الإنسان وأي كائن حي آخر أنه الإنسان يقدر يتحكم، يقدر يتصرف، يقدر يفكر، بس حاجة ليها دعوة بالقدرة والإرادة. وضبط النفس هو بالضبط إنك تفرق ما بين أنا عاوز أعمل إيه والصح والأفضل والأنسب إني أعمل إيه. افتكر في النهاية إنه مالك نفسه خير من مالك مدينة.